بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 18. يعني ما يطالب به أحد. إذا تلفت التركة، تلفت احترقت مثلا أو سرقت وضاعت أو أصابها آفة، فإن دين الدائن يذهب مع التركة ولا يطالب به أحد، لأن أحدا لا يتحمل عن أحد، يعني لا يلزم بالتحمل عن أحد. أما إذا تبرع، إذا تبرع بالتحمل طيب، كما تحمل أبو قتادة رضي الله عنه الدينارين عن الميت الذي قدم للرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر عن الصلاة عليه، فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله، فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فإذا تبرع واحد من المسلمين سواء من أقاربه أو من غيرهم بتحمل الدين عنه من باب التبرع، فهذا من الإحسان. نعم، هذا إذا لم يكن له تركة. أما إذا كان له تركة هذا ما يحتاج إلى أن أحد يتبرع عنه، سدد من تركته. نعم. فإن أراد إذا المدين إذا أراد يسافر، إذا أراد يسافر وعليه دين، دين حال أو دين مؤجل يحل قبل القدوم من السفر، فإن الدائن له أن يمنع المدين من السفر لئلا يضيع حقه، إلا أن يوثق له، أن يوثق له بكفيل أو برهن يتركه يسافر، سواء كان هذا السفر للحج أو للجهاد، الجهاد غير المتعين أو غير ذلك من الأسفار. لا يسافر وعليه حقوق للناس حالة إلا إذا سددها أو وثقها بكفيل أو رهن، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، ولا يجوز للإنسان يتحمل حقوق الناس ويفرط فيها ويسافر وقد لا يرجع، تضيع حقوق الناس التي عليه، فلا بد من أنه يسددها قبل السفر أو يقدم رهن أو كفيل، أو أن أصحاب الديون يسمحون له، إذا سمحوا له لا بأس، يعني الحق لهم. نعم. إذا كان الدين مؤجل والسفر قريب ويرجع قبل حلول الأجل ما يمنع من السفر، ليس لمنعه من السفر وجه. نعم. وإن كان لا يمكن قبله في مجلس ويتام إحداهما له منعه بأن خصومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر، فمنع منه بالتكبر. نعم. والأخرى ليس له منع لأنه لا يمكن المطالبة به في الحال، ولا يعلم أن السفر لا يمكن عند البرون كأشبه السفر القصير. الرواية الأولى الثانية أحسن، ليس له منع لأن الدين ما بعد حل، ولو أننا منعنا كل واحد على دين ما سافر أحد، ما أحد يخلو، الغالب أن الناس ما يخلون عن عليهم ديون، ولو منعنا كل من عليه دين لا يسافر تعطلت الأسفار، إنما يمنع من كان في سفره إضرار بالغرماء، هذا الذي يمنع. نعم. أنه إذا كان إن السفر أقرب من الأجل لا يمنع. نعم. وإن كان الدين حالا على معسر غدا إنضار، هذه مسألة مهمة جدا، إذا حل الأجل وكان المدين معسرا لا يستطيع السداد، فإن الدائن إما أن يتصدق ويسقط الدين عنه
وإما أن ينظره. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. كانوا في الجاهلية إذا حل الدين وأعسر المدين يزيدون عليه الدين ويمددون الأجل، يزيدون عليه الدين ويمددون الأجل، ثم إذا حل مرة ثانية زادوا عليه وزادوا الأجل، ثم إذا حل ثالثة، وهكذا حتى تتراكم عليه الديون والزيادات وهو معسر. فالله سبحانه حرم هذا، الله جل وعلا حرم فعل الجاهلية وهي قلب الدين على المعسر، لأن هذا ظلم. توعد عليه بالنار، توعد عليه بالنار والخلود في النار، كما في الآيات التي فيها آخر سورة البقرة، وهي آخر ما نزل من القرآن، أن المدين المعسر لا تجوز الزيادة عليه، بل يجب إنظاره بدون زيادة حتى يستطيع السداد، أو أن الدائن يتصدق عليه ويعفيه من الدين، وهذا أحسن وآجر لصاحب الدين. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، هذا إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية. ولكن مع الأسف هذا الآن باقي في الدول الكافرة وسرى إلى بعض بلاد المسلمين، أنهم يزيدون على أصحاب الديون ويمددون في الأجل، وكل ما حل الدين ولم يسدد زادوا في الأجل وزادوا في الدين. هذا هو ربا الجاهلية بإجماع المسلمين. نعم نعم نعم. ما يجوز يطالب المعسر، المعسر لا يطالب ولا يحبس ولا يضرب ولا يؤذى لأنه معسر. أما الملي اللي يقدر على السداد ويماطل له أن يرفع أمره إلى القضاء وللقاضي أن يعزره حتى يسدد بالحبس أو بالضرب حتى يسدد. فإن أبى أن يسدد بعد الحبس والضرب فإن القاضي يبيع من ماله ويسدد ديونه، لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم، الواجد هو الغني، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. إذا كان المدين هو الظالم فلا يقر على ظلمه، إذا كان الظالم هو الدائن لا يقر أيضا على ظلمه. نعم. فلا يكون يا شيخ هذا باب التحايل. تحايل ايش؟ ممكن أي مدين يقول إن أنا ورثت كذا يثبت العسرة لها، لابد لها ثلاثة شهود، لازم يقدم ثلاثة شهود إنه معسر. إذا قدم ثلاثة شهود إنه معسر فإنه ينظر، أو كل من ادعى العسرة بس قال له خلاص ما عليك شيء. إيه نعم نعم. الآن في المحاكم معروف هذا إثبات العسرة، يصدرون صكوك بإثبات العسرة ثم يطلق المدين. نعم. وإن كان دين ثانيا على المعسر ورد إنظاره، نعم، يعني ولا يلبس، لأن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته. لي الواجد، اللي المماطلة، والواجد هو الغني. فيفهم منه أن غير الواجد وهو المعسر ليس كذلك. نعم. مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته، أن غير الواجد لا يحل عقوبته. وهذا صريح بقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يطالب ولا يؤذى لأنه ليس له، لأنه معذور في هذا، معذور في التأخير. نعم. ولأن نفسه لا يفيد صاحب الدين، وإنما هو نفسه إقرار في حق المدين، وقد قال عليه السلام: لا ضرر ولا ضرر، الحديث في المسند. إذا حبس ماذا يستفيد الدائن وهو معسر؟ لا يستفيد شيء، بل كونه يطلق ويتاح له الفرصة يكتسب، لعله يسدد، لعله يحصل عمل، يحصل تجارة، يبيع ويشري، يتسبب. أما إذا حبسناه ما زاد الطين بلة. نعم. وقد قال عليه السلام:
ولأنه إذا كان هذا الحاسد ربما حصل واكتسب وسعى في قضاء الدين. نعم. وفي الحاسد لا يقدر على ذلك. نعم. مسألة: وإن ادعى الإسلام حلف وحلي سليما. لا بد من تقديم شهود، لازم من تقديم شهود على أنه معسر. إذا شهد الشهود أنه معسر كلي سبيله. نعم. لا ما يكفي الحلف. نعم. حلف على من أنكر ومقرر بالدين لكن يقول ما أستطيع السداد. نعم. وإن دعا الإحسان حلف وحلي سبيله، لأن الأصل الإحسان، إلا أن يعرف له المال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا بالبينة، لأن الأصل بقاء المال. نعم. ويقبل حتى يقيم البينة على حتى يقيم البينة على مثال ماله وإحسانه. نعم. ويقبل حتى يقيم البينة على مثال ماله وإحسانه. نعم. وعين اليمين مع البينة أنه محسن، لأنه صار بهذه البينة فمن لم يعرف له ما فمن لم يعرف له ما. لا تكفي البينة، إذا قام بينة تكفي. نعم. شهود العسر هذا بالحديث، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فاقة. نعم. نعم. لأنه يعني يثبت أن ماله مال، يثبت أنه ليس له مال. نعم. يثبت أنه فقير. ها؟ لا، الحديث ثلاثة، الحديث يقول ثلاثة، ولهذا يقول العلماء نصاب شهود العسرة ثلاثة، نصاب شهود الزنا أربعة، ونصاب غيره من الدعوة شاهدان، ونصاب الرضاع واحد. أنصبة الشهادة تختلف باختلاف الحكومات. نعم. البينة هي الشهود، ما هنا بينه إلا الشهود. نعم. هو المعسر، هو هذا هو. إذا ثبت أنه معسر حلت له المسألة وسقط عنه المطالبة بالدين. نعم. إذا كان موسرا وحل الدين لزمه وفاؤه، لزمه وفاؤه من غير مماطلة. فإن ماطل ولم يوفي فللحاكم التدخل بأن يعزره حتى يسدد الدين. فإن استمر على الامتناع حتى بعد التعزير فالحاكم يبيع من ماله ويسدد ديونه، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع. نعم. وهذا البيع وإن كان بإكراه فهو إكراه بحق، إذا كان الإكراه بحق فإن البيع صحيح. نعم. وإن كان مسرا لزمه وفاؤه بقوله عليه السلام مطلوب غني ظلم، فإن أبى حبس حتى يوفيه. نعم. بقوله عليه السلام بين الوالد يحل عقوبته وعقبه. حل عقوبته. يحل عقوبته وعقبه. عقوبته هذا بالتعزير والحبس. وعرضه يعني بالشكاية، يشكوه إلى الولي الأمر ويقول هذا مماطل، هذا كذاب، هذا لا يكون فيه إثم إذا كان القصد منه الوصول إلى حقه، لا يكون من الغيبة. كما قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها: إن أبا سفيان رجل شحيح. قالت شحيح، هذه غيبة، لكنها ليس قصدها الغيبة وإنما قصدها الوصول إلى حقها. ولهذا قال يحل عرضه، يعني يحل إن خصمه يتكلم فيه عند الحاكم بأنه ماطل، بأنه بخيل، بأنه كذا، من أجل الوصول إلى حقه. نعم. فإن صار باع الحاكم ماله وقضي دينه، قضى وقضى دينه. نعم. لما رواه عمر رضي الله عنه قال: إلا إن وسيف عن جبينة رضي من زينه أن يقال سالك الحاج. نعم. فأتانا مغرما. نعم. فمن له مال فليعبر،
فإن لا يعلم ماله وقاسمه بين قوامه. سيف جهينة رجل كان يعرف بسرعة السير في السفر، سرعة السير في السفر، وكان يستدين، فطالب الغرماء بحقوقهم عليه. فعمر رضي الله عنه يقول هذا الرجل رضي من دينه بأن يقال أنه يسبق الحاج ولم يهتم بالديون، ثم قال دعا الناس الذين يطلبونها بأن يحضروا، وباع رضي الله عنه ماله وسدد ديونه. هذا دليل على أن الحاكم يتدخل في إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم إذا امتنع من عليه الدين عن تسديدها إزالة للظلم. نعم. سابق يعني كان يشتري الإبل السريعة المشي من أجل أن يسبق الحاج، وسبب هذا عليه ديون، فعمر أنكر عليه هذا. نعم. مسألة، وإن كان ماله بدينه كله يكفي. هذا في غير القرض، في غير القرض هذا، أي في الديون اللي غير القرض. نعم. القرض لا يؤجل. نعم. بالنسبة للدائن حق له رد. ها؟ بالنسبة للدائن حق له رد المبلغ ويرضى من المجلة التسديد حتى عند الأجل، لأنه قد يكون في ضرر أحيانا تسديد وقت معين. إذا كان على الدائن ضرر في قبول الدين قبل حلول الأجل ما يلزم بهذا. نعم. نعم. ها؟ اي نعم. عقد منفعة، الدين عقد منفعة استثمار، يبيع ويشري من أجل الفائدة ومن أجل حصول الربح. نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله عنه، ما حكم قرض بعض البنوك إذا تدفع لها شهريا مبلغا من المال وإذا تأخرت زاد ذلك؟ كيف؟ ما حكم قرض بعض البنوك التي تدفع شهريا مبلغا من المال وإذا تأخرت زاد الدفع؟ زاد الدفع أو الدين؟ هذا نفس اللي تكلمنا عليه، أنه إذا حل الأجل يسدد، فإن كان معسرا، إن كان موسرا يلزم بالتسديد ولا حاجة للتأخير، وإن كان معسرا فإنه ينظر ولا يزاد عليه، فإن زيد عليه فهذا حرام ربا. نعم. فضيلة الشيخ، إذا أراد الذين السفر لمدة سنة يحل الدين بعد منتصف هذه السنة، فهل للغني منعه من السفر أم لا؟ إذا كان يحل الدين بعد منتصف هذه السنة، نعم، فهل للغني منعه من السفر أم لا؟ هذا سبق. نعم، إذا كان السفر يتمدد أكثر من حلول الدين، الدين يحل قبل القدوم، فللغريم أن يمنعه من السفر إلا إذا وثق له بكفيل أو براهن. نعم. فضيلة الشيخ، إذا أعطى رجل رجلا آخر 100 أردلا من القمح، إذا أعطى رجلا آخر 100 أردلا من القمح، نعم، قبل الحصاد على أن يبدأ وقت الحصاد 120 أردبا، فلن يجوز. هذا هو الربا، إذا أقرضه 100 أردب من القمح إلى الحصاد على أن يرد عليه 110 أردبات، هذا هو الربا. القرض قلنا لا يجوز فيه الزيادة المشروطة، لا تجوز الزيادة المشروطة، لأن يعني هذا هو الربا. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من أعطى قمحاً يتسلمه رجل عند الحصاد؟ وإن كان قصد السائل البيع، يعني يبيع قمح بقمح مؤجل، هذا ربا أيضاً، ربا نسيئة، لا يجوز بيع القمح بقمح مؤجل حتى ولو كان متساوياً، حتى ولو كان متساوياً، لأن يعني هذا ربا نسيئة.
البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، الذهب بالذهب مثلا بمثل مثلا بمثل يدا بيد، الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. لابد من الحلول والتساوي إذا اتحد الجنس، لابد من الحلول والتساوي. وإن كان من باب القرض فهو ربا أيضا، لأن القرض لا تجوز فيه الزيادة. نعم. ولو اختلف أحد النوعين عن الآخر بجودة أو رداءه لا تجوز الزيادة، لابد من التساوي. وإذا أراد أن يشري جيد وعنده ردي يبيع الردي، يبيع الردي بدراهم ويشري بالدراهم جيد، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبيع اللي عنده من التمر أو العيش الردي ذي ما يساوي يبيعه، ويشري بالدراهم يزود عليها إن أراد، ويشري جيد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. الجمع هو الردي والجنيب هو الجيد. نعم. ويعتبر سلف ما يبغى زيادة، يعني أخذ قمح وياخذ قمح نفسه، ياخذ قمح من جنسه بدون زيادة. نعم. وين الشيخ، هل يخلط في الثمن الذي يسلم بسلمه من استحقاق في بيع السند أن يكون دراهم أو يكون غيرها، مثل أن يسلم بثمن بأغنام فيستلم الأغنام من استحقاق؟ دين السلم يشترط أن يكون رأس المال من النقود، يكون من النقود المضروبة ولا يكون من غيرها، لأجل لو أعسر المدين يرجع إلى النقود هذه ترد على صاحبها، إذا كانت من غير النقود حصل الاختلاف، أما النقود ليس فيها اختلاف تنهي النزاع. نعم. هل يشترط بجميع أنواع البيوع استلام الثمن أو مكمل في مجلس الشراء؟ وما هو الدليل على ذلك؟ البيوع لا يشترط، لا يشترط فيها التقابض، لا يشترط فيها التقابض بالعوضين، يشترط التقابض في عوض واحد، إما يقبض الثمن وإما يقبض المثمن في المجلس، أما تقابض العوضين هذا إنما يجوز في الربويات فقط، يجوز أن يبيع بر بدراهم مؤجلة يتفرقون من المجلس قبل قبض الثمن، لكن يكون البر قد استلم، أو العكس الدراهم استلمت والبر مؤجل ما خالف، أما أن يبيع بر مؤجل بدراهم مؤجلة هذا بيع دين بدين لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، لأهمية كتاب البيوع ورغبة في تحصيل مسارية، هل مطالبكم بحسن ونبع البيع وضرب مثالك بصور الآتي: عين بعين، عين بدين، دين بعين، دين بدين. هذه صور البيع التسعة التي ذكرها الشارح في شرح الزاد: عين بعين مثل دراهم حاضرة بسلعة حاضرة، هذا عين بعين، يعني تسلم ريال وتأخذ بداله قلم في المجلس، هذا عين بعين. عين بدين إذا كان المثمن حالاً والثمن مؤجلاً، مثل قلم تسلمه الآن بريال مؤجل، هذا عين بدين. عين بمنفعة، عين بمنفعة، مثلا تدفع له المال بشرط أنه يشتغل لك، يشتغل عندك، هذا المال هذا عين اللي تدفع له، أما العمل الذي يؤديه لك هذه منفعة، هذا عين بمنفعة. أما الدين بالدين هذا لا يجوز كما سبق، دين بدين هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين، كان يبيع 10 أصواع من البر مؤجلة ب20 ريال مؤجلة ما قبض شيء،
كل منهما مؤجل هذا حرام لا يجوز، هذا بيع دين بدين. نعم. دين بعين. نعم. دين بعين. في ذمك دراهم الشخص، في ذمك دراهم، في ذمك مثلا طعام لشخص، طعام مؤجل، حل الأجل، حل الأجل، قلت أنا ما عندي الآن طعام، بعطيك، بع علي العيش اللي في ذمتي، بع علي العيش اللي في ذمتي، الصاع بريالين، خذ الدراهم الآن، هذا بيع دين بعين، الدين هو الذي في ذمتك، الطعام الذي في ذمتك، والعين هي الدراهم التي سلمتها للداين، هذا بيع دين بعين. نعم. فضيلة الشيخ، من قال أن البيوع على قولين بيع موثوق في الذمة أو مسلم فيه، مسلم المسلم مسلم فيه، والثاني بيع العين، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا هو، هذا هو، ما هذا غير البيع، إما أن يكون بيع بيع معين حاضر، وإما أن يكون بيع غايب موصوف في الذمة كدين السلام. نعم. وقال الشيخ، ما حكم من أعطى قمحا ليتسلمه أرض عند الحصاد؟ من أعطى قمحا ليسلمه قمحا أرزا عند الحصاد، هذا حرام لا يجوز، هذا ربا. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فإذا باع البر بالأرز فلا بد من التفاضل، التفاضل يجوز، يبيع 10 أصواع من البر ب20 صاع من الرز يجوز لاختلاف الجنس، لكن لا بد من التقابض في المجلس، فإذا باعه بر بأرز مؤجل هذا ربا لا يجوز. ها ها هو ربا النسيئة، هي الأجل، الأجل يسمى نسيئة. نعم. نعم. بعض النساء عندنا يجمعن من كل واحدة مبلغ من المال، ثم يقومن بشراء بعض الحاشيات مثل الأواني المنزلية والفرش لكل واحدة، وذلك لكل واحدة في كل شهر، هل يدخل هذا الجمعية التي ورد فيها الخلاف في الجواز وعدم؟ هذا ما هو قرض، هذا يجمعون مال وهذا المال يشربه سلع تاخذها واحده منه. هذا نعم هو قرض، اقرضوها هذه المبالغ من اجل ان تشتري بها هذه الاواني، هذا قرض جماعي يحصل فيه الخلاف الذي سبق. نعم. يا شيخ، إذا اقترض شخص من آخر مبلغ بعملة دولار، فهل له أن يسدد القرض بعملة الريال السعودي؟ إذا اقترض دنانير دولارات، اقترض من شخص دولارات، هل له أن يسددها بدراهم؟ نعم يجوز، يجوز يسددها بدراهم، لكن لا بد من التقابض في المجلس، يعني تقاصون في المجلس، يقول أنا عندي لك مثلاً 10 دولارات، الدولار بـ4 أريل تصير بـ40 ريال، أعطيك عبدالها 40 ريال، لا بأس، لكن يسلم الدراهم في المجلس، يسلم له الدراهم في المجلس. نعم. قضية الشيخ، من فرق بين الدين والقرض، وإن لم يكن بينهما فرق، فكيف يكون القرض حالاً والدين لا يطالب به إلا عند كل فرق؟ الدين نوع من القرض، نوع من الدين، القرض نوع من الدين داخل فيه، إلا أنه دين حال، لأن الدين على قسمين، دين مؤجل ودين حال لم يقبض. الدين الذي الحال الذي لم يقبض هذا يسمى دين، الحال الذي لم يقبض يسمى دينا. نعم. قضية الشيخ، عندنا في قريتنا إمام مسجد، عندنا في قريتنا إمام مسجد، نعم، إذا مات الميت لا يصلي عليه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليهم الدين في أول الإسلام، في أول الإسلام، لأن صلاة الرسول شفاعة، شفاعة للميت، وشفاعة الرسول مقبولة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقبولة، فلا يشفع في أحد عليه دين، هذا خاص بالرسول، أما نحن نشفع لكن شفاعتنا قد تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة، لسنا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما وسع الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وفتحت الفتوحات وجاءت إلى الرسول المغانم،
صار يسدد عن المدينين المعسرين ويصلي عليهم، يصلي عليهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى من المؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي، من ترك دينا أو ضياعا فعلي، سدده من بيت المال. فامتناعه من الصلاة هذا كان في أول الإسلام يوم كان ما عنده شيء، ما عنده بيت مال. وأيضا هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله الشيخ: أعطى رجل مالا على أن يأخذ منه شعيرا إذا جاء وقت الحصاد، لكنه كتب أن يأخذ الشعير من وقت تسديد المبلغ، فهل هذا يجوز أم أنه يأخذ الشعير في سعر وقته؟ بعد الأذان. قوله الشيخ: أعطى رجل مالا على أن يأخذ منه شعيرا إذا جاء وقت الحصاد، لكنه كتب ثمن الشعير من وقت تسديد المبلغ، هذا السلم إذا أعطاه دراهم على أن يدفع له بدلها شعير عند الحصاد سعر الكيلو 5 ريالات مثلا أو ريال واحد، هذا دين السلم سبق، هذا لا بأس. نعم. الشيخ: ترى قطعة أرض عقار، هل فيها زكاة؟ وهل يفرق بينما إذا كانت الأرض للتجارة أو للبناء؟ وهل يفرق؟ وهل يفرق؟ شو قول؟ اشترى. هل فيها زكاة؟ وهل يفرق بينما إذا كانت الأرض للتجارة أو للبناء؟ وهل يفرق بذلك السيارات أو البيوت؟ إذا اشتريت أرضاً أو سيارة أو بيتاً أو أي شيء، هذا حسب نيتك. إن كان تريد منها الربح، تريد عرضها للبيع، أن تبيع وتشري بالأراضي أو بالبيوت أو بالسيارات، هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة إذا تم الحول، إذا تم الحول تزكي. أما إذا اشتريت هذه الأشياء وأنت لا تريدها للتجارة، تريدها لك، تريد السيارة للركوب مثلا، تريد البيت للسكنة، تريد الأرض تبي تبني عليها، هذه ليس فيها زكاة لأنها لم تنوى للتجارة، وإنما نويت للقنية، نويت للقنية. نعم. أحسن الله إليك. من اشتراها للبناء ثم عدل عن ذلك وعرضها للبيع، يبدأ الحول من نيته للبيع، يبدأ الحول من نيته للبيع، أما ما سبق فليس في شيء. نعم. وقيل في الشيخ: ما حكم مفرجات النقية بالذهب؟ ما حكمه؟ ما حكم مفرجات النقية بالذهب والأواني التي تستخدم للسقي فقط وليس للأكل والشرب؟ كل هذا حرام. الأواني التي من الذهب تتخذ تحف، أو من الفضة تتخذ تحف، أو الثريات المطلية بالذهب، كل هذا حرام لا يجوز، لأن هذا من الترف المحرم، وأيضا هذا يشبه اتخاذها للشراب والأكل كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالمسلم لا يجوز له أنه يتخذ الذهب أو المذهبات أواني أو ثريات أو مقابض أبواب أو مفاتيح سيارات أو ما أشبه ذلك. حتى سمعنا إن بعضهم يجعل في الحمامات شيء من الذهب، يجعل الكراسي اللي يجلس عليها لقضاء الحاجة يموهها بالذهب، هذا حرام لا يجوز هذا. أو السيارة يجعل مفاتيحها ومقابضها وقابض الأبواب مطلية بالذهب، هذا حرام لا يجوز، لا يجوز للمسلمين أنهم يعملون هذا العمل. نعم. لا، أما الماس والجواهر الكريمة وما أشبه لا تقاس عليها، لأن التحريم إنما ورد في الذهب والفضة فقط، سواء في الأكل أو غيره. أي نعم، في الأكل أو في غيره، إلا أنه لا ينبغي للمسلم المبالغة في الترف، لا ينبغي للمسلم المبالغة في الترف، لكن التحريم لا يحرم، هذا خاص بالذهب والفضة. نعم. هل القلم والميدانية الذهب هي من الزينة المحرمة على الرجال؟
كل الذهب سواء كان ذهبا خالصا أو مطليا يحرم التحلي به على الرجال، لا الخواتم ولا الساعات ولا النظارات ولا، كله يحرم على الرجال، إنما هذا من خصائص النساء، التحلي بالذهب من خصائص النساء. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، ألا يجوز للرجل أنه يتحلى بالذهب؟ نعم ما فيها ذهب، مشالح ما فيها ذهب، هذا ما هو ذهب، يقولون ما ثبت أنه ذهب، يقولون لكن ما صار صحيح عند الامتحان والاختبار، ما صار صحيح. نعم نعم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أباح العلم من الذهب، من الحرير في الثوب، أباح العلم من الحرير في الثوب، والعلم هو الطراز، الرجل محرم عليه لبس الحرير، لكن يباح له أنه يطرز مثلا الثوب بعلم من الحرير كالأكمام مثلا والجيب، قالوا مثله ما يكون في البشوت إذا ثبت أن هذا ذهب، لكن ما هو ذهب، ما عند الامتحان ما وجد فيه فضة، ما يحصل من شيء. إذا ثبت هذا فهو ما يجوز، إذا ثبت أنه يتحصل منها شيء فهو ما يجوز، أما إذا ما ثبت فهي ما هو ذهب هذا ولا فضة، إنما هو شيء لونه لون الذهب أو لونه لون الفضة لكنه ليس كذلك. نعم. لأن فيها أصباغ أو بويات تشبه لونها لون الذهب أو لونها لون الفضة، أصباغ. نعم. ما يجوز الذهب ولا الفضة على الرجال. نعم. إلا الخاتم، ما يجوز للرجل من الفضة إلا الخاتم، ومن الذهب والفضة ما دعت الضرورة إليه كربط الأسنان مثلا، ربط الأسنان يجوز لأن الأسنان ما يصلح ربطها بالفضة لأن الفضة توسخ تصدأ، أما الذهب فإنه لا يصدأ في الفم، يجوز للضرورة، يجوز للإنسان أن يربط أسنانه بشيء من الذهب أو يلبس السن شيء من الذهب من أجل حفظها، أو هذا للضرورة. نعم. ما كان السن بعين الذهب؟ ها؟ ما كان السن بعين الذهب؟ كيف؟ السن الذهب. إذا كان يركبها للزينة هذا ما يجوز، إذا كان يركبها للحاجة محتاج إلى هذا الشيء من باب العلاج فلا بأس. نعم. هنا إلا أن يعفو صاحب الدين، إلا أن يعفو صاحب الدين، لأن حق المخلوق لا يسقط إلا بعفوه. نعم. يبقى عليه، لكن الله جل وعلا قد يوم القيامة يرضي صاحب الدين بما يشاء، قوله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه في الدنيا والآخرة، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا والآخرة. إذا كانت نيته حسنة وعجز عن السداد ومات، فالله جل وعلا قد يرضي غريمه بما يشاء ويخلصه من الدين، لكن لا بد من إرضاء الغريم. ما حل الأجل أصلاً، ولو ما حل الأجل الدين باقي في ذمته. نعم نعم. يحل الأجل بالموت، سبق لك أنه يحل بالموت. نعم. ها؟ يقول رهين لك ايه؟ إذا كان ميت ايه؟ يكون يعني أعمال مرهونة بدين حتى نفسه مرهونة بدين. ايه كما في الحديث، كما في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يوفى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يوفى عنه. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي تحمل عنه أبو قتادة ولقيه بعد يومين قال ما فعلت الديناران؟ قال قضيتها يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته، دل على أن الدين متعلق بالميت، ما
يؤكد على المسلم أن يهتم بحقوق الناس ولا يتساهل فيها. نعم. علم الشيء يعني وهي متساوية مؤجلة قصدك؟ حالها يجوز ما يخالف بشرط التساوي. هذا في زيادة، في زيادة، قال نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاث، في زيادة. أما لو كان متساوي ما يخالف. نعم نعم. إذا أخذ مثلا 20 صاع ومحتاج لهذا البر، ومن بعد الحصاد يوفيه نفس البر. أي نعم، هذا قرض، يعتبر قرض، ما يعتبر بيع، يعتبر قرض، اقترض. هنا تميز النية شيء. ها؟ لا، يسميه قرض، يقول أقرضني، ما يقول بع علي، يقول أقرضني، أقرضني بر أسددك إياه إذا تيسر هذا أرده عليك، هذا قرض ما يخالف. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.